معنا تنين ونص كوب أرز بسمتي، معلقتين كبار زيت نباتي، بصلة مفرومة ناعم، خمس حبات هيل، عود قرفة، معلقة كبيرة كركم. حاسة حالي عم بركض وأنا عم بحكي مش عارفة عم بحكيهم بسرعة. معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة بهارات، ملح وفلفل، مرق دجاج أو ماء ساخن، كوب كزبرة مفرومة، حبتين بصل مقطع جوانح مع القليل من الطحين. هذا مقلي، هلا بشرح لكم عنه. وكوب لوز شرحات، كوب زبيب. عمل الدجاج الحار، بدنا 10 صدور الدجاج مقطع، نص كوب لبن، ربع كوب معجون الطماطم، ربع كوب زيت نباتي، ربع كوب عصير ليمون، فلفل حار احمر مفروم حبه واحده، ومعلقه صغيره شطه مجروشه، معلقه صغيره بهارات وملح وفلفل. بالضبط. هلا بناتا بالنسبه للدجاج، انا كثير بحب انه يكون دائما، يعني لما بدنا ننقعه بزيت تبروير يكون زجاجي مش بلاستيك اكيد، لانه بدي احطه قد ما بقدر بالثلاجه. فانا هذا حطيته، كنت عملته من امبارح بالليل. فما يعني ما تنقعه بشيء بلاستيك، يفضل زجاج، يعني لو غطيته بلاستيك عادي بس يكون هو زجاجي. تمام. هلا بدي احط عليه رب البندوره. هي على فكره خلطه كثير، يعني بتقدري تحكي عنها انها شيش طوق، بس انا ما شكيتها بالسياخ، خليتها بصينيه يعني بالفرن وحطيتها بهي الطريقه. هلا اللبن، طبعا في كثير تتبيلات للدجاج المشوي ولا شيش الطوق. هلا هي حره، انا سمعتك الصبح عم بتقولي ما رح اخليها تعملها حره، بس استوليت لانه اللي انت رح تاكليها يعني مش حره، ما رح اكلها كثير حره للأسف. هلا شوي شطه مجروشه، وعشان يعني هيك انه امثل إن معك انها مش حره بس هي حره، انا رح احط شوي مش كل الفلفل. لا عادي، حطي براحتك، لانه انا ما بقدر للحر ولا أبداً نقطه ابدا حساسيه. يعني عندك حساسيه؟ في ناس عندهم حساسيه من الحر، انا لا، يعني بحب الحر بس طبعا بالمعقول، يعني مش زياده عن اللزوم. هلا هي عصير الليمون والزيت النباتي. هلا هاي الخلطه زي ما قلت لكم اذا حطيتوها قبل بيوم بالثلاجه بتطلع كثير اطيب. شوية بهارات مشكلة حسب رغبتكم، أنا عندي قرفة وهال وجوزة الطيب وفلفل أسود وبهار حلو. وهاي هي كل الخلطة. هلا بدي أخلطها مزبوط، وزي ما قلت لك بفضل إنه من قبل بيوم. هاي شكلها حمية زيادة، لا منيحة. من قبل بيوم فينيتا أحسن، تطلع كتير طرية، لأنه طبعا اللبن بيطرز، الليمون عندنا، الزيت كله مع بعض، هاي الخلطة رح تطري لنا الدجاج كتير. هلا بتقدر تشكوها على سياخ، بتقدر تحطوها بصينيه، بتقدر تقلوها بمقلايه زي ما بدكم. انت حطيتيها بصينيه؟ اسهل هيك حطيتها. طب ما بلزق ديما لما تحطيها؟ لا، لانه فيها زيت، ولما بحطها بالصينيه برجع بدهن شويه زيت بالصينيه. طيب هلا نسينا نحط طبعا الملح والفلفل. هاي الملح وشويه فلفل، خلينا نحطه خشن اسكى. هيك الخلطة تمام. كتير ممتازة هاي، لو حابين كمان تشوها على الفحم، طبعا أكيد مش بهاي الأحوال الجوية، شكلها لذيذة مش أكيد بهذا الوقت من السنة، بس يعني برضو تطلع زاكية. أوكي، منسكر عليها ومنحطها بالتلاجة على الأقل لمدة ساعتين. طبعا أنا بعدين حاطة صينية بالفرن، فانيتا بعدين شويتها بالفرن على حرارة 180 لمدة تقريبا 45 دقيقة، نص ساعة ل 45 دقيقة، ما بتاخذ وقت. ضلت على نفس الحرارة 180 دقيقة، بس كنت أقلبها، يعني كنت كل شوي أطلعها وأقلب الجاج حتى ما ينحرق من محلات ومحلات. لا أكيد. هلا بدنا نيجي لوصفة الأرز. يلا. هلا هون في عندي أنا بصلة قليتها شوي بالبيت، دائما صرت أحب أقليها، حتى أولا ما بتاخذ معي وقت أكثر بالاستوديو، يعني أسهل لي للشغل أكيد، وثانيا ما بتطلع ريحة وأنا جاي على الطريق، فمقليتها شوية وراح أكمل تقليتها. هلا هلا بس بدي احط عود قرفه زي ما هو كبير، وهال حب هال او حب الهال بحطه كامل وما بشيله على فكره من الرز. بعدين يعني عادي بتقدروا تشيلوه بسهوله، اللي بتضايق منه يقلل الحب شوي ويشيله بعدين بعد ما يستوي الارز، بس انا صراحه بلاقيه يعني حتى لو ضله ما بضايق. هلا اذا حطينا البهارات كلها مع عود القرفه وحب الهال، هون طبعا عندي رز بسمتي منقوع
في ناس ما بحبوا ينقعوا الرز البسمتي، انا بحب انقع كل انواع الرز حتى يتخلص شوي من النشا اللي فيه. مزبوط، في ناس ما بحبوا ينقعوا، كثير ناس ما بالرز بس النقع تبعه بيختلف عن نقع الرز العادي. لا انا بنقعه نفس الشيء، كله ما بنقعه اكثر من ربع ساعه لثلث ساعه. ثلث ساعه بالكثير. بس خليني البس كفتي. اكيد بدك احرك كل حبات الرز. يا حبيبتي قلي لي الرز شوي. هلا اللي بنسويه بنت بعد ما يتقلى الرز بننزل عليه ملح وفلفل، بس خليني انزل هدول حلو كل فتفوته هيك. بتعرف شو المشكله شو بعمل؟ ما تزيحي بقرب بالضبط، دائما بزيحي العين بتطفي، ديري بالك. طيب خلينا نقلنا اول نار. شوفي خليها هون، هي هون بالضبط العين. تمام، ما هي بترقص معي. هي بترقص شوي تمشي. طيب اذا هلا بعد ما نقلب شوي الرز بدنا نحط له كمان رشه ملح، ما تكتروا ملح لانه في مرق الدجاج انا كاتبه، بتقدروا يا اما مرق الدجاج يا اما مكعب مع مي، بس انا صراحه عامله كثير مرقه طيبه كنت مستعملتها لاكله ثانيه فعندي منها فرح احطها على الرز. هلا هيك هاي شويه فلفل تمام هيك، حركيها كمان شوي بنتها. وهي المرقه عندي حتى بعدين ننزلها. هاتي اشوف لك الوضع كيف صار. في عطسه، في عطسه من البهارات هيك الرز. أوكي. هلا بدنا نبلش ننزل عليه بسم الله المي السخنه، ما بدي اعمل مغامرات واقلبها. هلا انتبهي لانه هذا الغاء شفتكم هذيك المره ايش صار فيكم، فيعني بكفينا مغامرات صراحه. الله ستركم انت وروان. لا اجت سليمه الحمد لله وبرافو عليها روان، تعرف تتصرف على فكره بهاي الشغلات بسرعه. شوفي كثير ضروري الواحد يكون عنده قصص سلامه بالمطبخ. طبعا يعني حتى نحن عشان بحكم شغلنا بالكيترينج في عنا كورس لازم ناخده دائما عن السلامه بالمطبخ قبل ما يعطوك الشهاده ويعني يعترفوا فيكي كشركه كيترينج. والله فكتير ضروري الواحد يكون عنده فكره لو لا سمح الله صار حوادث كيف يتصرف، مع انه طبعا مرات للاسف الواحد من اللخمه ممكن ما يعرف يتصرف. طبعا حتى لو انت عارفه شو لازم تعملي، فانبسطت عليها ما شاء الله عليها انها دبرت امورها. لا شطوره ما شاء الله عن جد. هلا بدي اضيف بس شويه مرقه. هلا شو غليات بدي اسكر عليها. هاي شوي كبيره معلش هديك صغيره وهاي كبيره، هذا اللي او الطنجره كاشه. لا اكيد لا. هلا بدي احطها على نار واطيه فينيتا. خليني خليها على نار واطيه عشان تستوي على راحتها. طبعا انا محضره رز دائما تحسبا لاي طوارئ بتصير معنا. هلا بعد ما يتحمر شوي طبعا ما بنغمقه كثير بس يشقر مننزل عليه الزبيب، وزي ما قلت لكم فيكم تستخدموا هذا الزبيب او الزبيب الفاتح، واخر شيء رح نزين بالكزبره الخضراء المفرومه. طبعا زي ما حكيتي ديما هذا الزبيب رح يعطي لون كثير احلى لانه الاشقر ما حيبين، لانه هون عندك البصل نفس اللون بالزبط. والرز كمان والرز قريب على الاصفر والبودان فكله رح يضيع بالضبط. طيب هلا بس هيك عبين ما ياخذ كمان نقطه لون خليني اطلع الجاج برضه افرجيكم كيف شكله. اوكي وانا طافيه الفرن لانه لو ضاوي الفرن بحطش المطاط طبعا فهذا مطفي. خلينا نشوف وين بدنا نسكب الجاج. فانيتا باي فكره تعطيني هذا الشوي غميق هات. ايوه بتخيل بهذا مزبط. كيف الوضع قرب والله هيك عم تطبخي مزبوط صايره تشاركي. انا بحب زي ما قلت لك كثير بحب الطبخ بس الحلو لا. طب ما في تقدم او تحسن بعد ما اشتغلتي في دنيا على الحلو؟ صراحه مره واحده بس عملتي، كنا نحكي انا وروان هديك اليوم ايش عملت. شو عملتي؟ كرات الشوكليت بول سميه بس. أوكي. بخبز النخاله التوست. دخلتي الخبز بالشوكليت بول؟ هي العجينه كانت واو. خبز النخاله. والله يمكن تكون زاكيه هيك. كثير كانت زاكيه لانه خبز النخاله بتعرفي فيه حبوب. فيه حبوب صح بالضبط، فاعطى نكهه غريبه يعني. طب تعالي تشاطري اعملي لنا اياها هون يلا. هلا دانا واعدتني ما بعرف مين متذكر طبعا شكلها يا يعني نسيت يا تناست رح اذكرها طبعا. ايش وعدتك؟ وعدتني انه تيجي تطبخ معي قريبا مفروض هاليومين الثلاث هاي يوم متذكرين لهالشباب. فهلا هي روحت ولا كان سالتها ذكرتها. طب ديما هيك منيح ولا بدك اظن منيح؟ خلينا نحط هذا خلص. اوكي سوري ونحركه بس حركتين يا بنت. طيب. معاه ولا يهمك وبعدين خلص شيلي يعني النار بيكون صار كويس يعني ما بدي اياه الزبيب يا دوب يعني ما بدي اياه كثير يستوي. بدك اياه يعني زي اللي يتغطس الزيت ويطلع بالضبط انه يصير بلمع كله مع بعض.
هيك دجاجنا تمام، برضه خلينا نحط عليه نقطة كزبرة. أوكي.